ازاي تعرفوا التي هيلبر من التي سايتوتوكسيك من التي ريجوليتور او سابريسور؟ التي هيلبر عليها ريسبتور اسمه سي دي 4، يبقى اي خليه تحمل سي دي 4 تبقى اسمها تي هيلبر. تي سايتوتوكسيك وتي سابريسور تحمل سي دي 8، يبقى لما اقول سي دي 8 يبقى انا بتكلم اساسا على التي سايتوتوكسيك. التي ريجوليتور او سابريسور دي هنقول تي سابريسور تي ريجوليتور، انما الاساس بتاعتها احنا هيومورال سيل ميديت، تمام؟ فدي عليها سي دي 8 ودي سي دي 4. اعرفها ازاي؟ عارفين يعني ايه سي دي 8؟ في ماتش كوره بالاهلي والزمالك، في ناس خارجه متفرجين شايلين العلم الاحمر، اه دول اهلاويه، تانيين شايلين علم ابيض، اه دول زملكاويه. يبقى اذا انا اعرفهم من شكلهم، من العلم اللي شايلينه. العلم هنا سي دي 8، هنا سي دي 4. يعني ايه سي دي 8؟ سي يعني كلاستر، مجموعه، دي ديفرنشيشن. يعني ايه مثلا؟ يعني واحد قال للنبي ايه؟ خلي بالك من ابني في المحاضره شويه عشان هو بيسرح. ابنك ده شكله ايه؟ هو اسمه احمد. طب اعرفه منين؟ قصير، شعره هو ناعم، بيلبس نظاره، مش عارف ايه، اداني مواصفات. هذه المواصفات تخليني اقدر اعرف هذا الطالب من وسط المحاضره او من وسط المجموعه. فدي مجموعه ليمفوسايتس، اعرف ان دي هيبر شايله سي دي 4. يعني لما احط انتي سي دي 4 مش هيمسك بدول، هيمسك بدي، يبقى انا عرفت ان هي دي السي دي 4، تمام؟ التي هيلبر، التي هيلبر بتطلع اساسا انترلوكين 2 وانترلوكين 2 عشانها تشجعها. التي سايتوتوكسيك بتطلع اساسا جاما انترفيرون وبرضه انترلوكين 2 عشان يشجعها، وهكذا. يبقى دول الفرق بين دي ودي، هو الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. انما انتوا ما سالتونيش ايه وزاره الداخليه دي، اللي هو ايه؟ اللي هو الاستاذ اللي موجود في الانتيجين بريزنتنج سيل وبيتعرف على الانتيجين، اللي هو الميجور هيستو كومبتابيلتي كومبلكس. ايه بقى الميجور هيستو كومبتابيلتي كومبلكس ده بقى؟ الميجور هيستو كومبتابيلتي كومبلكس ده موجود على اي نيوكليتد سيل، يعني اي سيل ليها نيوكليس. اذا هو مش موجود على الار بي سيز، لان الار بي سيز نون نيوكليتد سيل. يبقى بقول لكم الميجور هيستو كومبتابيلتي از بريزنت اون وايد ديسيز، مايكروفاج، ليفر سيلز، اي سيلز ليها نيوكليس هتلاقوا عليها الميجور هيستو كومبتابيلتي. لكن اقول اكسبت، يبقى اكسبت ار بي سيز. موجود على اي نيوكليت السيل وهو يمثل الكروموزوم رقم 6. انتوا عارفين ان النيوكليس فيها كروموزومز 23 24، يعني كده. الكروموزوم نمبر 6 على الشورت ارم بتاعه في حاجه اسمها الميجور هيستو كومباتيبلتي انتيجين او جين. ما هو اصل كل كروموزوم عليه جين، الجين شعر اكرت، الجين شعر ناعم، الجين عين خضراء، يعني ده بيظهر نفسه بعدين. فالميجور هيستو كومباتيبلتي ده الجين بتاع جهاز المناعه. لما قعدوا يدرسوه لقوه مقسم الى 3 حتت. الحته الاولانيه اسمها كلاس 1، الحته الثانيه اسمها كلاس 2، الحته الثالثه اسمها كلاس 3. لما درسوه اكتر لقوا ان كلاس 1 ثلاث انواع، A B C. ممكن السي تبقى في الوسط، بس احنا بنقول يعني مجازا A B C. كلاس 2 ثلاث حتت، دي ار دي كيو دي بي، ثلاث اجزاء اهو. طيب وبعدين كل جزء من دول انواع اخرى، انواع يعني قليل، مش قليل البرد، يبقى قليل انواع. فكلاس 1 ايه؟ في يجي 107 نوع، 107 قليل، 107 بروتين او امينو اسيدز،
بأنواع قول 30، أنا بقول طبعا الأرقام كده. السي أنواع أليلز قول 50، الدي آر أنواع، الدي كيو أنواع، الدي بي أليلز، ميني أليلز، كل بني آدم ليه الأليلز بتاعته. يعني أنا اسمي محمد شريف، الأليل بتاعي في كلاس 1 إيه؟ هو 15، الأليل بتاعي في كلاس 1 بي هو 27، الأليل بتاعي في كلاس سي 9، الأليل بتاعي في دي آر 8، في دي كيو 7، في دي بي 6. القراية دي هي الأي دي بتاع محمد شريف، هو ده الميجور ريست كومباتيبلتي بتاعي 15 27 9 8 7 6. روحوا لأي قسم شرطة قولوا له في واحد عنده أي دي أو بطاقة 15 17 9 7 8 7 6 يقول لك محمد شريف، لأن كل واحد ليه بطاقة وليه أي دي معين. لو جبنا واحد اسمه إبراهيم، واحدة اسمها سامية، ألاقي إن إبراهيم ده الأي دي بتاعه 17 6 19 28 13 11، ده مختلف تماما. اذا انا لو الميجور ريست كومبيتابيلتي بتاعي انا بتاع محمد شريف مش حافظ غير الارقام دي، لو دخلت له الارقام دي هيقول لك ده غريب ويطرده على طول، يقول لك ده ما ينفعنيش، ده مش هو ده محمد شريف. ساميه مثلا طلعت 15 27 9 8 7 5، ده هي تشبهني تماما بس مختلفة في دي. الاختلاف ده انا اقدر اضحك على الميجور هيستو كومبيتابيلتي فيه، اقدر الغيه من الاي دي بتاعي، اقول له الاي دي بتاعي كده بس، يبقى ده زيه ولا لا؟ انا بقول كده ليه؟ بصوا لي بقى، دي الكدني بتاعتي، يبقى الميجور هيستو كومبيتابيلتي اللي عليها 15 27 9 8 7 6. الكلى بتاعتي دي باظت، حبوا يركبوا لي كلى جديده اهي، عشان يركبوا لي كلى جديده وما تطردش لازم تكون 15 27 9 8 7 6. بس انا بقول ان مفيش ولا واحد عنده نفس الحساب، انما الحساب ده حلو قوي، 15 27 9 8 7. ده مش مهم، ده اجنورت، ممكن احنا نوقفه لما ناخد على بعض في الايمونولوجي، هنقول نوقفه ازاي. يبقى اذا انا دلوقتي عشان انقل لاي واحد عضو، قلب، كلى، كدني، كبد، ليفر، لازم اعمل له الميجور ريست كومبيتابيلتي بتاعه وادور على واحد شبيه ليه. عشان كده في اوروبا بيعملوا ايه؟ اي واحد يتولد يعملوا له الميجور ريست كومبيتابيلتي ويحطوه على الكمبيوتر، يحطوه على الكمبيوتر، يحطوه على الكمبيوتر، واللي عاوز بقى من الكبار يعمل يتحط على الكمبيوتر. وبعدين جالهم واحد انا الليفر بتاعي باظ وعاوز حته ليفر، يقوم يعملوا له الميجور ريست كومبيتابيلتي، بعد ما يعملوه يحطوه على الكمبيوتر، يقوم الكمبيوتر يقول لهم ده كومباتبل، يعني ملائم او مناسب لعلي وعليوه ودرب الزميره، يجيب واحد من دول يديله الليفر بتاعه، يقوم الليفر ده نوت ريجكتد، يعني ما يطردش، يعني الميو سيستم ما يشتغلش ضده، لان الميجور هيستو كومبيتابيلتي هيقول لك ده بتاعي، ده شكل بتاعي، سيبه ده بقى، اجنور ات، ما فيش اميون سيستم، لا هيومورال ولا سيل ميديتد، لانه نفس الاي دي بتاعه او اقرب اي دي اليه. فهمتوا يعني ايه ميجور هيستو كومبيتابيلتي؟ يبقى ميجور هيستو كومبيتابيلتي فيه كلاس 1 و 2 و 3، سيبكم من 3 دلوقتي هنتكلم عليه بعدين في الكومبلمنت وفي حاجات ثانيه كده في سايتوكاينز. وكلنا متشابهين في الميجور ريست كومبيتابيلتي كلاس 3. كلاس 1 اي بي سي وكل واحد اليلز، كلاس 2 دي ار دي كيو دي بي وكل واحد اليلز. الاليلز بتاعتها كل واحد مننا بياخد اليل مختلف، كل واحد مننا بياخد اليل مختلف. هتيجي تقول لي ما انت قلت لي قبل كده ان التوأمز توأمز ما بيحصلش ريجكشن في الجرافت انتيجين، فاكرينه لما نركب حاجه لحد، لما ننقل ترانسبلانت اورجان من واحد لواحد، اذا كانوا ايدنتيكال توينز هتلاقيهم واخدين نفس الاي دي، نفس الاي دي، لان دي بويضه
واحدة جايين من بويضة واحدة، يبقى الاي دي واحد، يبقى ممكن ننقل اي حاجة الميجر ريست كونتابيلتي يقول لك مظبوط ده مظبوط ده مظبوط. يبقى عرفتوا الميجر ريست كونتابيلتي ده ايه قصته؟ عرفناه، ده موجود على الكروموزوم نمرة 6 على الشورت ار، ومكون من ثلاث حتت كلاس 1 و 2 و 3. 3 مالناش دعوة بيه، كلنا متشابهين فيه. كلاس 1 و 2 في انواع A B C، كلاس 2 D R D Q D P، وكل واحد بقى انواع 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 اللي هم اليلز مختلفة، وكل واحد له الاليلز بتاعته. الميجور ريست كومبتابيلتي ما يعرفش غيرها، لو اي اليل تاني دخل الميجور ريست كومبتابيلتي هيتفاعل معاه. مفهوم؟ واضح؟